رحلتنا مع بعض لتحقيق 6 أنواع من الثراءات، عدهم معايا. رقم 1، الثراء المعرفي. في رحلتنا في البحث عن الكنوز هتاخد كم من المعلومات لصناعة العقل الراجح السوي، العقل اللي بيعرف يشوف الصح ويعرف يختار الأنفع وقراراته تبقى أقرب للصواب. هذا العقل ربنا مدحه في القرآن إنك تعيش جنب صاحب العقل ده، وياريت يبقى أنت يوم ما قال ولا ينبئك مثل خبير. الخبير ده كان عنده ثراء معرفي، ودي أحد أهدافنا في برنامج كنوز في رحلتنا مع بعض. النوع الثاني من الثراء هو ثراء العلاقات، وإحنا ماشيين هنتعلم مع بعض كيفية إدارة علاقات سوية صحية. هذه العلاقات تبقى سر سعادتك في الدنيا، وأحد أكبر أسرار نجاتك إنك تيجي يوم القيامة ومعاك مئات من الشفعاء والشاهدين لك بالخيرية عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي مدحهم صلى الله عليه وسلم وقال عليهم أثرياء العلاقات دول: الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. النوع الثالث من الثراء هو الثراء السلوكي الأخلاقي. الشخص اللي ما عندوش ضحايا كتير في الحياة بسبب أخلاقه الحادة، لأنه كان ثري أخلاقياً، قادر على بث سلوكيات بناءة غير منفرة. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: ده أقرب واحد ليا، أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني مجلسا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. كل ده نتعلمه مع بعض عشان يبقى عندنا ثراء سلوكي أخلاقي. النوع الرابع من الثراءات اللي عايزين نحققه في رحلتنا لجمع الكنوز هو الثراء الإيماني الاعتقادي. كم الأفكار والاعتقادات والمفاهيم اللي تقف حائط صد بينك وبين الأفكار السلبية والمخاوف المؤذية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليهم في القرآن اسمهم الراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إنسان عنده معتقدات تخليه شايف ربنا في كل شيء، فلا يرى إلا فاعلا واحدا في الكون، فيبقى ثابت راسخ تحت مجاري الأقدار. النوع الخامس من الثراءات اللي هو هدفنا في رحلتنا في البحث عن الكنوز هو ثراء الموازين. كم الأجور اللي في الدنيا وفي الآخرة اللي ربنا رصدها وأعدها لكل واحد بيعمل أعمال صالحة. في كل حلقة تاني بقولك عمل صالح والأجر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده ليك، بحيث تتملي بالهمة أنك تبقى مقبل على هذا العمل الصالح. النوع السادس من الثراءات هو الثراء النفسي. المعلومات النفسية والمفاهيم النفسية اللي بيها تفهم مشاعرك وتعرف تتحكم في انفعالاتك وتعرف توصل للنفس المطمئنة المليئة بالسلام النفسي، اللي سماه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الشديد، اللي قال فيه: ليس الشديد بالسرعة، مش عضلات، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. على فكرة الشخص اللي عنده سلام نفسي وعنده ثراء نفسي وعنده الكنوز النفسية دي شخص قدر إنه يتفائل، لأن التفاؤل هي عبادة اسمها الرجاء، التفاؤل مع العمل، دايما شايف اللي جاي حلو فبيعرف ينجو من الإحباط. الأحزان مش بتسيطر عليه لحسن ظنه في ربنا ولحصوله على نفس ثرية قادر يتحكم في انفعالاته.